أسقطت قوات سوريا الديمقراطية طائرة استطلاع تابعة للاحتلال التركي بالقرب من الطريق الدولي أنفور شمال شرق سوريا. واستهدفت قسد الطائرة في المنطقة الممتدة بين ناحية عين عيسى وصوامع شرقراق على الطريق الدولي السريع بين حلب والحسكة. هذا ويستمر الاحتلال التركي والفصائل الإرهابية التابعة له بشن عدوانهم على مناطق شمال شرق سوريا في انتهاك لاتفاقيات وقف إطلاق النار، فيما ترد قوات سوريا الديمقراطية في إطار حقها المشروع على مصادر النيران. معنا الآن من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خليل الحلو. سيد خليل، أهلا وسهلا بك من جديد على شاشة اليوم. في الحقيقة هناك العديد من الأحداث الميدانية في سوريا نود أن نلقي عليها نظرة تحليلية عسكرية. لو بدأت معك من استمرار الهجمات التركية والفصائل التابعة لتركيا في مناطق شمال وشرق سوريا خاصة مؤخرا، ما هي قراءتك لذلك؟ سيد خليل، سيد خليل هل تسمعني؟ يبدو بأن الاتصال غير جاهز بعد. إذن مع السيد خليل الحلو الخبير العسكري والاستراتيجي الذي من المفترض أن ينضم إلينا من بيروت، سنعاود الاتصال به إن أمكن مشاهدينا الكرام. إذن كما أسلفنا، هناك العديد من الأحداث الميدانية التي طرأت على الساحة السورية لهذا اليوم بدءا من مناطق شمال وشرق سوريا وحتى دمشق. في مناطق شمال وشرق سوريا كان هناك وضمن سلسلة الاستفزازات والانتهاكات التركية المستمرة في مناطق شمال وشرق سوريا، رغم التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للاحتلال التركي في مدينة عين عيسى وبالانتقال إلى مدينة عفرين. وعبر بيان أعلنت قوات تحرير عفرين استهداف أحد الحواجز الذي يتبع للفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي. نعم، يبدو بأن سيد خليل الحلو بات جاهزا معنا الآن، الخبير العسكري والاستراتيجي من بيروت. سيد خليل مرحبا بك، هل تسمعني الآن؟ نعم أسمعك جيدا الآن. أهلا ومرحبا بك. إذن هناك أحداث ميدانية عديدة طرأت على الساحة السورية لهذا اليوم سيد خليل. لو بدأت معك من استمرار الهجمات التركية على مناطق شمال وشرق سوريا وخاصة مؤخرا ازدادت هذه الهجمات، قسد تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال في عين عيسى، كيف تقرأ هذه الهجمات المستمرة؟ نعم، يبدو أن السيد أردوغان مصمم على البقاء في سوريا والحماية لما يعتبره مصالحه الحيوية. فيما يتعلق بإدلب شيء، وفيما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية شيء آخر. نعم، هو رأي يستفيد من الحرب في إدلب ليحسن مواقعه على خطوط التماس مع قوات سوريا الديمقراطية. هذه فرصة له لكي يخرق وقف إطلاق النار ربما بحجج متفاوتة. أما بخصوص إدلب، فالمعارك بدأت عندما اعتبر هو أنه سيتحمل عبء إضافي بالنازحين، إضافة إلى 3.5 مليون نازح. طيب، الموجودين على الأراضي التركية لا يريد أن يرى العدد يرتفع، وهو يستعمل هذا الموضوع للضغط على الأوروبيين عندما فتح حدوده مع اليونان وبلغاريا، لكي يضغط على الأوروبيين لكي يعطوه المساعدات، لأن الوضع الاقتصادي في تركيا لا يسمح بتحمل هذا العدد الهائل من النازحين. طيب، في شمال وشرق سوريا تحديدا أيضا سيد خليل، ألا تستطيع روسيا وأمريكا إلزام النظام التركي بوقف إطلاق النار بالنظر للاتفاقات السابقة برأيك؟ يا سيدي، موضوع الاتفاقات وموضوع التوقيع على الأوراق شيء، وموازين القوى شيء آخر. في ميزان القوى، القوات التركية هي لها الكفة الراجحة، فقد دفع إلى إدلب بفرقة ونصف الفرقة. نتحدث هنا عن فرقة عسكرية، One Military Division، نتحدث عن 100 دبابة، نتحدث عن أنظمة مضادة للطائرات. نعم، من صناعة تركيا. روسيا لها في سوريا 4000 رجل، لا يقارن هذا العدد بالقوات التركية الموجودة هناك. طبعا روسيا دولة عظمى ولها وزنها، وأردوغان يحسب حسابات كبيرة ولا يريد أن يصطدم بالجيش الروسي، هذا مؤكد، ولكن على الأرض له هامش مناورة أوسع، لذلك لم يرتدع من التحذيرات الروسية
التي طلبت منه عدم القيام بأي شيء، وبالرغم من ذلك فتح النار في إدلب واشتبك مع قوات النظام السوري، وهو يتابع الآن الذي بدأه بانتظار نتيجة المفاوضات بينه وبين بوتين. أما بالنسبة للولايات المتحدة فقد أنتم دفعتم الثمن، والولايات المتحدة لديها 1000 رجل أو 2000 رجل في المناطق، في مناطق شمال سوريا، وهي كانت حليفة قوات سوريا الديمقراطية وما زالت حليفة قوات سوريا الديمقراطية، إنما تركيا أيضا هي حليفة للولايات المتحدة، وبالتالي بين الحليفين الحليف الأقوى فرض شروطه، أتحدث هنا عن تركيا، وكان هناك حدود للتقدم التركي في شرق سوريا لأن الولايات المتحدة قامت بالضغط. ولكن هامش المناورة التركي واسع جدا، عندما يكون الأمر يتعلق بمصالح تعتبرها تركيا حيوية فهي مستعدة للذهاب بعيدا. وإذا أردنا أن نتابع تصريح أردوغان نجد أن هناك تصعيد كلامي كبير جدا، ولكن على الأرض هناك تصعيد أيضا، ولكن لا يتناسب مع التصعيد الكلامي الذي اتبعه أردوغان منذ مدة، لأنه أعيد وأكرر لا يريد أن يدخل في صدام عسكري مع روسيا، ولا يريد أن يقطع علاقاته بالولايات المتحدة، فهو بحاجة للولايات المتحدة، والدليل على ذلك طلب منهم الذخيرة وسيزودونه بالذخيرة، وطلب منهم نظام دفاع جوي باتريوت، هم يقومون بدراسة هذا الموضوع بالرغم من أنه اشترى نظام S-400 من روسيا. طيب. وبالتالي نتحدث هنا عن قوة إقليمية أعني بذلك تركيا، وقوتان عالميتان الولايات المتحدة وروسيا، وميزان القوى على الأرض يتحكم بمسار الأمور، وكذلك اعتبار الدولتين الكبريين أيضا بما لهما من وزن دولي يمكنهما أن يردعا أردوغان، ولكنهما لن تدخلا في معارك معه، هذا مؤكد. وضحت. طيب سيد خليل والسادة المشاهدين، وضمن الأحداث الميدانية في سوريا لهذا اليوم أعلنت قوات تحرير عفرين القضاء على 7 من الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي وإصابة 5 آخرين بجروح، إضافة إلى تدمير مركبتين عسكريتين خلال سلسلة عمليات نفذتها. وأوضحت القوات عبر بيان إنها نفذت سلسلة عمليات نوعية استهدفت الفصائل الإرهابية في المنطقة الواقعة ما بين قريتي بربتي وقوبي التابعتي لناحية راجو، وعمليات أخرى في قرية زاري التابعة لناحية بلبلة، وكذلك قرية باسوطة التابعة لناحية شيراوة. ويذكر أن الاحتلال التركي يواصل قصفه للمناطق الآهلة بالمدنيين في قرى ناحية شيراوة بالصواريخ والمدفعية الثقيلة. طيب سيد خليل، حول هذا الموضوع بالتحديد موضوع عفرين، اليوم إلى أي مدى هكذا عمليات وصفها بيان قوات تحرير عفرين بالنوعية لها ارتدادات على الطرف المتلقي؟ نعم، هذه العمليات ما من شك أنها إذا استهدفت الفصائل الإرهابية التابعة لهيئة تحرير الشام أو لغير للفصائل المماثلة، هذا درس لهذه الفصائل بأنها لا يمكنها أن تتصرف كما تريد في المناطق التي تتواجد فيها أو أن تقوم بالاعتداء على قوات سوريا الديمقراطية. هذا أمر لا أظن أن لا الولايات المتحدة تعترض عليه ولا روسيا تعترض عليه، ولا حتى إذا ذهبنا بعيدا لا تركيا أيضا، لأن هيئة تحرير الشام قامت خلال العام الماضي قامت بفتح النار على بعض الفصائل الحليفة لتركيا وطردتها من إدلب. لذلك أنا أظن أن العمل العسكري الذي قامت به جبهة تحرير عفرين أو طبعا المتحالفة مع قوات سوريا الديمقراطية هو أمر إيجابي جدا ويصب في المصلحة العامة، والقضاء على الإرهابيين هو هدف دولي وإقليمي. طيب نقطة أخرى حول عفرين، أيضا هناك مصادر ميدانية تحدثت عن استهداف الاحتلال التركي المناطق الآهلة بالمدنيين خاصة في شيراوة وترفعت. نعم، مع الأسف كما قلت لك أردوغان يستفيد من العملية الحاصلة في إدلب لكي يوسع خرق وقت إطلاق النار ويحسن مواقعه أو يعني يحصل على مكاسب ميدانية من خلال عملية إدلب التي الإعلام يغطيها ويغطي أقل بكثير ما يحصل في المناطق التي تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية. لذلك سيستغنم الفرص ما من شك في ذلك، وعلى قوات سوريا الديمقراطية أن تتوخى الحذر
والحيطة والاستعداد الدائم لمواجهة هكذا عمليات. طيب، ضمن الحدث الميداني الأخير سيد خليل والسادة المشاهدين، قال النظام السوري أن دفاعاته الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية فوق المنطقة الوسطى في البلاد، فيما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان استهداف طائرات إسرائيلية بأكثر من 10 صواريخ لعدة مواقع بمحافظتي حمص والقنيطرة. ونقلت وكالة سانا التابعة للنظام السوري عن مصدر عسكري أن وسائط دفاعاتهم الجوية رصدت حركة طيران حربي إسرائيلي قادما من شمال فلسطين، كما أطلق من فوق الأجواء اللبنانية عدة صواريخ باتجاه المنطقة الوسطى. وأشار المصدر أنه تم التعامل على الفور مع الصواريخ الإسرائيلية دون أن تستهدف أي موقع. سيد خليل، حول هذا الموضوع اليوم، يعني الإسرائيليين ليست المرة الأولى التي يستهدف فيها الأراضي السورية، ولكن ما الهدف في هذه المرة، وكيف تقرأ تعاطي الدفاع الجوي مع هذه الاستهدافات؟ نعم، ما أريد أن أوضحه هنا، نعم، هو أن هذه العملية الإسرائيلية ليست الأولى، بل هي تأتي بعد مئات العمليات التي حصلت في الأراضي السورية من قبل الإسرائيليين، حيث استهدفوا مراكز للإيرانيين، وكل شحنة أسلحة تأتي من إيران يشتبه بأنها يمكن أن تصل إلى لبنان أو أن يقوم الإيرانيون بنصبها في سوريا لاستهداف إسرائيل. تقوم إسرائيل بعمليات استباقية بقصف هذه المراكز. المنطقة التي استهدفت بالتحديد هي ليست القنيطرة، إنما منطقة في وسط البلاد يقع فيها مطار عسكري، حيث تتمركز قوات إيرانية وقوات متحالفة معها. والتصدي العسكري لهذه الصواريخ أظن أنه محدود. القنيطرة لم يتم استهدافها، إنما الدفاعات الجوية السورية تعاملت من القنيطرة مع هذه الصواريخ الآتية من داخل الإسرائيلي، والصواريخ التي أتت من جهة الغرب من فوق البحر المتوسط. الطائرات الإسرائيلية رمت هذه الصواريخ عن بعد وتعاملت معها الدفاعات الجوية السورية. لا أظن أن الدفاعات الجوية السورية لها الفعالية اللازمة لمنع هذه الصواريخ من بلوغ أهدافها، لأن عندما يقوم الإسرائيليون بالرمايات يرمون صواريخ لتضليل الدفاع الجوي أولا، ثم يرمون الصواريخ التي يجب أن تبلغ أهدافها. طيب، بالنصف دقيقة المتبقية سيد خليل، إلى أي مدى هناك إمكانية للاستفادة من S-300 الموجود في سوريا، سواء في وجه الطيران التركي أو حتى الإسرائيلي؟ نعم، بالنسبة للطيران الإسرائيلي أثبتت منظومة S-300 التي استلمت منها سوريا جزء بسيط، أثبتت أنها غير فعالة، والدليل أنه لم يتم إسقاط أي طائرة إسرائيلية حتى هذه اللحظة منذ استلام سوريا لهذه المنظومة. أما بالنسبة للطيران التركي، فإن الطيران التركي له طيران غربي من طراز F-16 ومن أنواع أخرى غربية، وهذه الطائرات هناك جيل منها مزود بأنظمة مشوشة لهذه الصواريخ، ويمكنها أن تنأى بنفسها من هذه الصواريخ، وبالتالي أيضا لا أظن أن هذه المنظومة يمكنها أن تنفع، لأن كما قلت لك، نعم، هي من جيل غير مطور حتى هذه اللحظة. أنا أشكرك جزيلا ضيفنا الكريم على كل هذه الإيضاحات من بيروت، خليل الحلو، خبير عسكري واستراتيجي. بعد الفاصل، قمة بوتين أردوغان والمنتظر منها حول أدلب.